هكذا مشاهدينا الاعزاء متابعينا الكرام ياتي شوط جديد وبداية أشواط الإنتاج والمنتجين، حيث نتمنى التوفيق والسداد والنجاح لكل المشاركين في هذا الصباح. هنا ينطلق شوط الإنتاج الأول، هو شوطنا السادس عشر في تعداد أشواط هذا الصباح. هوايل الدكتور سلطان بن سعيد بن غانم بن يريو المنصوري يتقدم على المركز الأول، بينما شواهين سعيد بن سيب بن محمد الدرعي تأتي في المركز ثاني، نقلة إلى المركز الثالث، الوصول في ثالث المراكز العنود أحمد بن ناصر بن محمد بن شوان يتقدم، والدخول من البويضة لحميد بن عمر بن بخيت المنصوري يقدم لنا البويضة، وصلت الشايبة محمد بن بيات بسم المنصوري يتقدم مع الشايبة، والدخول الآخر من الأندلس عامر بن عوض بن زايد المنصوري خذت المركز السادس، المركز السابع هملولة الدودة بن سالم بالأسود العامري، والمركز الثامن المركز الثامن ايضا تتقدم في هذه اللحظات نوف سالم بن محمد بن سالم بن حامد المزروعي. هذه نتيجتنا، ولكن نعود الى مقدمة الشوط، الى المركز الاول، الى بني ريو، الى بني ريو، الى الدكتور، الدكتور يتقدم مع سلطان بن سعيد بن غانم. بني ريو المنصوري يقدم لنا هوايل، هوايل الهوايل، هوايل يا هل الفقع، هوايل هي في الصدارة في المركز الأول، المركز الثاني هذه العنود أحمد بن ناصر بن محمد بن شهوان، وصلوا وصلوا بإنتاجهم الفاخر والجميل، ولكن هوايل هوايل على الصدارة. المركز الثالث هذه شواهين سعيد بن سيب بن محمد الدرعي، وصل الدرعي وبن عمر قادم، ولكن هوايل هوايل الشكل اللون العون الشعار الذي لا يعرفه الا طريق المركز الاول. هذا الدكتور سلطان بن سعيد بن غانم بني ريو المنصوري، بني ريو المنصوري، وين الموقع، وين الموقع؟ ال 400 متر الاخيره، ال 400 متر الاخيره، روح يا سالم، اهالي الفقع ينتظرون السلام من خلال الانتاج والمنتجين على المركز الاول. هوايل هوايل وسوت الهوايل، سوت الهوايل، تهانينا عبر الهواي مباشرة وعبر الاقمار الاصطناعية لقناة اياس الرياضية الى الدكتور سلطان بن سعيد بن غانم بن يريو على فوز هوايل. سلام الى الفقع، سلام، سلام الى الفقع، سلام، تهانينا والناموس على هذا الفوز، مشكور يا سالم باسم الجمهور. بينما المركز الثاني الوصول في ثاني المراكز ودخول قوي من شواهين سعيد بن سيب بن محمد الدرعي المركز الثالث، هناك وصلت العنود ناصر بن محمد بن شوان المركز الرابع، هناك البويضة حميد بن عمر بن بخيت الشامسي المركز الخامس، كانت امجاد لناصر بن قريع بروس العامري، تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار. هكذا أيها المتابعون جميعا في كل مكان، متابعي هذه الانطلاقة ومتابعي هوايل، هوايل 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 اللي سوت الهوايل في شوط الانتاج، دقيقتين 54 ثانية وجزئين من الثانية، تهانينا للدكتور سلطان بن سعيد بن غانم بني ريو المنصوري، سلام للفقع، سلام، سلام للفقع، سلام. المركز الثاني بدقيقتين 56 ثانية وسبع أجزاء من الثانية هي شواهين لسعيد بن سيب بن محمد الدرعي، المركز الثالث العنود لأحمد بن ناصر بن محمد بن شوان بدقيقتين 56 ثانية ثمان أجزاء من الثانية، تهانينا والناموس على هذا الفوز. الدكتور هو من يفوز مع هوايل سلطان.